بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منور. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل نجوم الكبار اللي موجودين، كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن، وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنقول هارد لك النادي الاهلي النهارده، ان شاء الله باذن الله نعوض ان شاء الله في المباريات القادمه. كابتن ايمن، هنتكلم على الحكم بشكل عام او التحكيم بشكل عام، وبعدين هروح للحكم اللي هو الكاميروني اللي ادار المباراه. نتكلم على الحكم، وانت حضرتك كنت حكم قبل كده، مش بس وظيفه الحكم ان هو احتساب المخالفات يا كابتن ايمن او اشهار الكروت. ايوه، هناك واجبات وهناك سلطات للحكم كتيره قوي قوي بالنسبه للمباراه. نتكلم من اهم هذه السلطات اللي هي حمايه اللاعبين داخل ميدان اللعب، خلق بيئه امنه داخل ميدان اللعب للاعبين، الشعور بالامان السلامه داخل ميدان اللعب. ايضا من اهم واجبات الحكم كابتن ايمن، وهي الحفاظ على الوقت الضائع اللي بيحدث في المباراه. هنتكلم على اليوم نيانت، الحكم اللي هو الكاميروني. هو طبعا 38 سنه، من الحكام اللي عندهم خبرات كبيره قوي قوي، ادار افتتاح ونهائي بطوله كاس الامم الافريقيه اللي كانت موجوده في مصر، وادار كمان نهائي الكاس الكونفدراليه اللي كانت ما بين نادي بيراميدز ونادي الدركان. طيب انا النهارده هتكلم في ثلاث عناصر مهمين يا كابتن ايمن. كابتن شريف يمكن كان قاعد وبنتكلم فيه، هنتكلم نمره واحد في الوقت الضائع. الوقت الضائع دوت مش بمزاج الحكم يا كابتن شريف، لا، الوقت الضائع ده القانون هو الزم الحكم ان هو يضيفه، ده حق للفريق اللي هو اللي يعني انا مش عاوز اقول ان المخطئ ما بيصفش من خطأه. انا كلاعب في نادي سيمبا كحارس مرمى وقفت، كلاعب في نص الملعب وقفت، اتعالجت، كان هناك اصابه، كان هناك تبديلات، كان هناك توقف لشرب المياه، كل هذه الامور على الاقل على الاقل مش اقل من 7 دقائق كابتن شريف في الشوط الثاني. مش اربع دقائق ده لا، والجول نام كمان في ال4 دقائق بالظبط. يعني انا النهارده بكلم كابتن ايمن باللي احنا شفناه النهارده، هناك استبدالات في المباراه، وده القانون نص على كده، استبدالات موجوده في المباراه، هناك لاعبين تم علاجهم داخل ميدان اللعب، وده طبقا للقانون مخالف. حارس المرمى ايضا تم علاجته داخل ميدان اللعب، وده ايضا مخالف. هناك وقت بدل ضائع على الاقل 7 دقائق كابتن شريف كان المفروض النهارده الحكم يحسبه. طب تعالى النهارده، هو ادى 4 دقائق فقط. احنا بنتكلم يعني بالمنطق كده، حضرتك اديت 4 دقائق على اي اساس؟ طب هل هو لعب ال4 دقائق؟ لا، ما لعبهمش كابتن ايمن، كابتن شريف ما لعبهمش. هو ال4 دقائق، انت بديت ال4 دقائق، حارس المرمى وقع مزبوط. تقريبا 2 أو 2.25 دقيقة من ضمن ال4 دقائق، صح؟ المفروض انت كحكم كمان المفروض تزود الوقت، صح؟ انا بتكلم في اداره الحكم للمباراه مزبوط، بصرف النظر عن هو احتسب او ما احتسبش، هو كويس ولا وحش، ولكن دي برضك من ضمن الامور يا كابتن ايمن اللي هي بيتقيم عليها الحكم في نهايه التقييم بالنسبه للمباراه. كنا بنتفرج انا وحضراتكم، يمكن كابتن شريف اتكلمنا في نقطه مهمه جدا، كانت هجوم واعد للنادي الاهلي. احنا قلنا اداره الحكم وفهموا ليه القانون في مفهوم تطبيق مبدا اتاحه الفرصه. كابتن شريف، اول شوط دي، في اول شوط لما حضرتك قلت لي الله، طب ما هو كهربا ناحيه الشمال ورايح، وكان فاضي، وكانت الكره رايحه معموله باص، وكان رايح ممكن مزبوط. يروح من ناحيه الشمال ويعدي، والحكم عنده مساحه الحكم عنده مساحه من التفكير كمان، وان بالظبط كابتن علاء، انا بسال سؤال كابتن علاء مهوب، انا بسالك سؤال معاك. انت كحكم في المباراه، بنقول يعني ايه مفهوم تطبيق مبدا اتاحه الفرصه؟ ايه المفهوم ده؟ المفهوم انك انت بتشوف ايه هو الافيد للاعب، اما احتسب له الخطا او اخلي اللعب ايه يستمر. انت كحكم بتشوف، انا هتكلم على اللعب دي كانت في نص الملعب كابتن علاء، وبعدين هو حسب مخالفه في نص الملعب لنادي الاهلي، وهي المخالفه دي تقريبا عدت، راحت رايحه فين؟ للاعب نادي الاهلي اللي هو كان ناحيه الشمال، وكان المفروض ان هو يروح ويعدي وتبقى فرصه واحده. دي من ضمن الحاجات اللي انا بتكلم عليها. هروح لعبه ثانيه مجموعه، كان هو تمركزه كان هايل جدا. في البعض بيقول لك ان محمود وحيد في ركله جزاء، لا، انا بتكلم طبقا للقانون، مش اي كره بتيجي في الايد يا كابتن علاء بتتحسب لمسه يد. صح، احنا قلنا امتى تتحسب لمسه يد؟ لما يكون هناك الايد خارجه خارج نطاق الجسم، مظبوط كده او كده، انما انا وضع ايدي طبيعي، وانا حتى في التكنيك بتاع الجري وانا بجري الايد طبيعي، صح، كون ان هي جت في الايد ده مش معناه ان هناك في مخالفه. مظبوط. مخالفه امتى؟ لما تبقى الايد خارجه
نطاق الجسم او مكبره حجم الجسم. شايف ان هو كان قراره امتياز وكان قريب جدا جدا وادى قرار باستمراريه اللعب. تقييمك لاداء حاملي الرايه ومنهم كان في واحده ست النهارده بالظبط، المساعده يمكن قراراتها كلها بشكل عام كانت كويسه، ولكن صحيح. باستثناء كانت مخالفه، هي كان مخالفه للنادي الاهلي، المخالفات اللي هي قريبه منها هي حسابتها على النادي الاهلي، ولكن هي بالنسبه لي التسللات كان عندها تمركز جيد جدا جدا، كان عندها ثقه في القرار رغم ان هي محكمه وبتحكم مباراه كبيره، لكن عندها ثقه في القرار. كابتن شريف محكمه، عندها ثقه في القرار، عندها تمركز جيد جدا جدا، عندها كمان التوقع وبتحتسب الاخطاء. صح، يعني هناك بعض المساعدين عندنا، يعني مش عندنا، في جميع الدوريات بيبقى يخاف يدي الخطأ، مساعد بيبقى عنده جنبه الخطا وبيخاف يدي الخطا. هي طبعا كان عندها الشجاعه ان هي احتسبت المخالفات القريبه منها، وكمان اشارت على حالات التسلل بتقدير امتياز، وكان عندها، طب انا بختلف بس معاها في حاله عكسيه، هي ادت القرار لصالح عكس النادي. بس هي احتساب المخالفات القريبه منها ده اكيد بالتعاون مع الحكم قبل المباراه، هو بيطلب منهم كده بالظبط. هو قبل المباراه كابتن شريف حضرتك بتقعد مع طاقم التحكيم بتتكلم على كيفيه اداره المباراه. صح، مثلا انا كحكم مساعد مع كابتن شريف وكابتن اسامه معانا مثلا، بيقول لنا انا مطلوب منكم في الفاولات او الاخطاء اللي هي القريبه منكم تبتدوا تدوني وتبقوا عينك في عيني، واحنا يبقى في تعاون ما بيننا في الاخطاء القريبه، خاصه النهارده ما كانش في الفيديو، وبالتالي الكل النهارده كان يجب ان هو يتعاون مع طاقم التحكيم. ولكن نتكلم على الحكم بصفه عامه، هو يمكن ما عندوش اخطاء مؤثره كابتن عادل في المباراه، ولكن نتكلم على الحقوق اللي هي الوقت بدل ضائع. انا شايف ان هناك وقت بدل ضائع لا يقل عن 7 دقائق تخللهم اصابه حارس المرمى اللي هو بتاع سيمبا، كان المفروض يضيف الوقت بدل الضايع. دي بالنسبه للحالات بشكل عام كابتن ايمن اللي هي حصلت للنهارده. كويس، لو نتكلم على يعني لو كان في فار يا كابتن ايمن، وحالات الناس بتسال كتير جدا 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 لما يكون في تقنيه الفار وفي ركله جزاء او في هدف او طب ايه اللي يحصل وهو الحكم انهى المباراه. نتكلم احنا الاول ايه هو البروتوكول. كويس، البروتوكول اللي هو الحكم النهارده الفيديو بيتدخل في 4 اشياء اللي هم واضحين جدا، اللي هم هدف او ليس هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، البطاقه الحمراء المباشره، او الهويه المفقوده بالنسبه للبطاقه. دول ال4 حاجات. طيب لو انا النهارده كحكم بدير المباراه وفي اخر نهايه المباراه مثلا كان هناك مخالفه ركله جزاء وانا اطلقت الصافره بنهايه المباراه، ده القانون هنا بيتكلم في القانون، وهل انا كفيديو او كتقنيه الفيديو اقدر اجيب الحكم بعد ما هو انهى المباراه واللاعبين داخلين رايحين غرف خلع ملابس، هل النهارده انا كحكم اقول لهم لا من فضلكم ارجعوا تاني وابتدوا انفذ يا كابتن عادل، ولا ايه الوضع؟ ده السؤال انا عاوز اساله واخد راي حضرتك كابتن ايمن او كابتن شريف، هل ممكن الفيديو يرجع الحكم بعد ما الحكم ينهي المباراه سواء كان في هناك ركله جزاء او مش ركله جزاء، ولا ايه؟ دي كانت حاله يا كابتن في مباراه امبارح في حصلت في النصر وال الحاله دي كابتن حصلت في الدوري الانجليزي كابتن ايمن. أيوه. ما بين المان يونايتد وبرايتون. برايتون. وكانت النتيجه 2-2 والحكم انهى بالفعل المباراه وكانت النتيجه 2-2. كان هناك تقنيه الفيديو بعد نهايه الحكم المباراه، تقنيه الفيديو كلمت الحكم في الكوميونيكيشن من فضلك هناك ركله جزاء في قبل ما تنهي المباراه. صح. طيب هنا الحكم رجع ونفذ ركله جزاء وجت جون وحسب المباراه اتحسبت 3-2 وتنتهي المباراه. السؤال هنا بنقول انا كحكم المفروض انا بتفق مع تقنيه الفار، بقول له انا قبل ما انهي الشوط الاولاني او الثاني بتكلم مع الفار يا كابتن، بقول له في عندي حاجه. صح، في مشكله، في عندي تشكيك، هيقول لي لا تمام مفيش مشكله صفر بنهايه المباراه. ده اللي حصل، اللي انا كحكم صفرت وكان هناك في مخالفه. طبعا باقي الفار طبعا طبقا للبروتوكول بنقول ان هناك مخالفه، الفار رجع صحح المخالفه وحقق العداله كابتن ايمن اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح. الناس بتستغرب وممكن بعد الحكم ما ينهي نرجع نحسب طبقا للبروتوكول وطبقا كمان للقانون مهما كان الوقت يا كابتن. خلاص ما هو خلص، يعني لو الحاله دي قبل نهايه المباراه زي ما انت بتتكلم كده ب3 دقائق وفضلت 3 دقائق شغاله الكوره رايحه جايه رايحه جايه، اجي فجاه بعد ال3 دقائق دول اقول له ده كان في حاله وانت صفرت، يعني طب انا اعمل ايه في الحاله دي؟ لو الكره ما طلعتش بره ولسه في الملعب انا بقول لك جون كمان مش تمام يا كابتن. اتفضل. سؤال كابتن شريف هايل جدا، وكابتن عادل وكابتن ايمن،
كابتن شريف ولو دخل الجون الناحيه الثانيه حاول جمالي. كابتن شريف احنا قلنا ان اثناء المخالفه الفار بيعمل تشيك، انت بتدي له فرصه هو بيراجع، لان هو الفار بردك ما هوش اله بسرعه يقول لك ان في او ما فيش. هنا تشيك بيعمل فار وبيكلمك بيقول لك مثلا احتماليه يا كابتن شريف ان في ركله جزاء، هو اللعب شغال. عندك اوبشن يا كابتن شريف، الاوبشن هو ممكن الكره تيجي في نص الملعب يا كابتن ايمن اللي هي المنطقه المحايده اللي ما فيش هجوم هنا ولا هجوم هنا، واروح موقف واقف اللعب. ايوه انت عايز معايا؟ ايوه. عندي اوبشن ثاني، الكره اصلا اوريدي خرجت خارج الملعب، انا كده كده واقف مستني التشيك بتاع مين؟ الحكم الفيديو. انت معايا يا كابتن؟ مزبوط. يبقى انا كان ممكن ايه؟ انا بقول للحكم قبل ما يصفر نهايه المباراه كان ممكن نتكلم مع الفيديو، هل في عندي حاجه ممكن تتراجع؟ ما عندكش خلاص بيصفر، طب انا عندي اخر شويه ياخر للاستئناف، او انا لو وقفت ممكن اوقف في منطقه محايده او اخلي الكره تخرج واوقف واستأنف ركله. سؤال اخير بقى كابتن بعد اذن حضرتك، كنا بنتكلم على الاجواء وحضرتك كنت حكم دولي واكيد مريت بالاجواء في افريقيا من ارتفاع او نسبه نقص في الاكسجين او ارتفاع كبير جدا عن سطح البحر او ارتفاع معدلات الرطوبه، هل ده كان بيأثر على ادائك البدني والفني وكنت بتعمل معاه ايه؟ كابتن ناصر بس قبل السؤال بتاع ايمن تكمله في السؤال اللي فات، حتى لو نزلوا غرف خلع الملابس حتى لو نزل يعني مش في الملعب بس مش هو نهى في الملعب واللعيبه لسه في الملعب. ايوه كابتن يعني. صوت الحكم تمتد يا كابتن اول ما بينزل الملعب كابتن ايمن لانه بيطرد حتى دخول اللاعبين غرف لانه بيطرد ده اللاعب. هو الهدف يا كابتن اسامه الهدف هو تحقيق العداله التحكيميه. ايوه صح انت معايا كابتن. طب هو بينهي بقى المباراه يعني هو رجعه في الدوري في اللي حصل في الدوري الانجليزي نهى المباراه بعديها ولا على طول ولا بيعمل ايه بيصفر تاني؟ بص يا كابتن طب هو بيرجع ايوه بيحسب ركله الجزاء وبيستنى لحد ما تنتهي لحد بعد ما تنتهي ضربه الجزاء تحرك بيروح مصفر نهايه صحيح. المباراه. طب في حاجه مهمه جدا جدا، طب خلي وهو اثناء التنفيذ يا كابتن علاء الحارس تحرك بردك انا هعيد الحاجه الوحيده اللي انا هعيد فيها لو الحارس تحرك اثناء التنفيذ مظبوط واحنا قلنا يجب ان الحارس يقف على الاقل بقدم على خط المرمى. طب الحارس تحرك واثناء التنفيذ هعيد، دي الحاجه الوحيده اللي انا هعيد فيها انما بعد ما هي بتنفذ بس لو دخل الجون بشكل صحيح بشكل صحيح. طب لو الحارس خد لا ما يعيدش خلاص ما هو الحارس اخطا وهي جت جون استفاد خلاص استفاد تمام. ده بالنسبه للبروتوكول. هرجع لسؤالك كابتن ايمن هقول لك وهقول لك في حاجه وقعت لي انا كحكم. انا كان عندي كورس في اليمن ودي اول مره كنت اسافر اليمن، وكان عندنا كورس بعد الكورس عندنا اختبار اسمه وارنر بنعمله في اليمن. عملنا كان العميد فاروق بوزو كان هو مسؤول الحكام، وبعد ما عملنا كابتن خلصنا الكورس قال اختبار وارنر لكل الحكام اللي موجود. اختبار وارنر تقريبا احنا بنعمل فيه حوالي 40 لفه كابتن ايمن اللي هي ال 75 راحه 75 40 لفه. يعني لفه الملعب المفروض 20 لفه ملعب في زمان معين. اكتر واحد فينا في اليوم دوت ودي كانت مفاجاه احنا تقريبا 25 حكم اللي نجح فينا حكم واحد بس اثيوبي من 25 حكم افريقي حكم واحد بس اللي نجح لان هو كان متعود على هذه الاجواء بالظبط وبالتالي كلنا حتى احنا حتى هو كمان قال يعني انا مفيش مشكله خالص ولكن طبعا الاجواء هناك الرطوبه عاليه جدا اللي هي طبعا فوق سطح البحر وبالتالي التنفس خالص وانت حضرتك بتمشي بتلاقي نفسك انك انت مش قادر تمشي لكن الاجواء طبعا مفيش شك ان هي بتؤثر على اللاعبين بتؤثر ايضا على الحكام ومفيش شك ان هي لما يكون لاعب او حكم واخد على الاجواء ديت الامور بتمشي بالنسبه له مفيش مشكله ولكن بنقول في النهايه انا بتكلم على التحكيم مش بس كابتن ايمن هو التحكيم صفاره وقرارات ولكن التحكيم كمان اداره تحكيميه تشمل كل ما هو خاص بحقوق الفريقين داخل ميدان اللعب. صحيح. بنشكر خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس بنشكرك شكرا جزيلا وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن وبشكر ضيوفك الكرام. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي وسيمبا واللي انتهت بفوز سيمبا على نادي الاهلي 1-0. هارد لك للنادي الاهلي وان شاء الله يعوض باذن الله النادي الاهلي للمباريات القادمه. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه بدايه من مباراه طلائع الجيش في الدوري ان شاء الله يوم الاحد القادم. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم الف شكر كابتن نورتنا. نشكرك كابتن الف شكر.
كابتن اسامه عرابي، نورتنا يا كابتن، الف شكر. شكرا ايمن، وبالتوفيق للاهلي ان شاء الله في الفترات الجايه باذن الله. كابتن علاء ميهوب، الف شكر يا كابتن، نورتنا. بشكرك ايمن، وهارد لك النادي الاهلي النهارده بتحصل زي ما اتفقنا، وان شاء الله التعويض يبقى سهل ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر كابتن، نورتنا. شكرا يا كابتن، ونقفل ونبدا للمستعد اللي جاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.